لكم على برنامج يتعلق بالأخطاء الرمضانية الشائعة، فابقوا معنا لتحليلها تحليلا شرعيا. دخل رمضان تيبان لك راه بنادم انسان تيصلي تيتوب تيولي بزاف الحوايج، ومي تيخرج رمضان تيبقى بنادم الفساد، تيبقى بزاف ديال الحوايج اللي يعني الوجه في رمضان، مي تيخرج رمضان تيولي وجه اخر. والحمد لله كنتمناو انسان يكون صريح مع الله سبحانه وتعالى، صريح مع انسان ويكون يعني صالح مع الجسم ديال ذاته مع الله سبحانه وتعالى. بالنسبه لهذا الدراري من كتجي العواشر ديال سيدنا رمضان كيبقاو يدخلوا يصليو حتى هما التراويح وهذا، هذه غير كيشوفوا عباد الله كيقول لك كياخذوا هذيك المنطق ديال الصلاه بدون صيام بدون صلاه لا صيام له، كيبغيو يطبقوها ما اظن، وكيبغيو يشوفوا هذاك كيشوف با غادي الجامع داخل كيشوف مو كيشوف خالو كيشوف خته كيتحتم عليه النفسيه كتبغي توبخو باش هو يولي يصلي. مي كنطلب من عند الله كاع الشريعه الاسلاميه تولي غادا بواحد المنهجيه زوينه، الصلاه راه فرض على اي مسلم، ونتمناو الخير لاي مسلم وعواشر مبروكه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله احبابي الكرام، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، ورمضان مبارك علينا وعليكم، اسال الله عز وجل ان يعتق رقابنا من النار. فنتكلم اليوم باذن الله عز وجل عن الاشخاص الذين يصلون في رمضان ومن بعد رمضان ينتكسون. فهؤلاء الأشخاص فيهم خير كبير بإذن الله عز وجل. فرمضان هو شهر التوبة، هو شهر الغفران، رمضان هو شهر يعتق الله فيه الرقاب من النار، هو شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة. فيجب على كل شخص رأى إنسانا يصلي في رمضان فقط يجب أن يشجعه على الصلاة، يجب أن يشجعه على الصلاة، يجب أن يحببه في الصلاة ويحببه في المسجد حتى لا ينتكس بعد رمضان. فرمضان هو شهر التوبة، هو شهر الرجوع إلى الله عز وجل، هو شهر الغفران، هو شهر تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان. فصلوا أحبابي الكرام. ومن الأشخاص من إذا انتهى رمضان ينتكس، فأوصيك أخي في الله، أوصيك أختي في الله ألا تنتكسوا. فإذا مررت من الطريق الصحيح فابق في الطريق الصحيح واستقم كما أمرت، واستقم أخي الكريم كما أمرت، لا تنتكس أرجوك، لا تنتكس أرجوك، فالشيطان هنا يغلب عليك، الشيطان هنا يغلب عليك وتنتكس وتخرج عن الطريق. أين هو الصلاة؟ أين هي التراويح؟ أين هو الصبح في المسجد والفجر في المسجد وجاء وسائر الصلوات في المسجد؟ ذهبت مع رمضان؟ لا يا أخي لا تنتكس أرجوك، لا تنتكس أرجوك، صلي صلي في هذا الشهر وصلي بعده سترى خيرا بإذن الله عز وجل. نتمنى زوار كاب 24 تيفي أن تكونوا قد قضيتم جزءا من وقتكم في أمور جد مهمة تتعلق بالأخطاء الشائعة. كاب 24 تيفي تحييكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.